الأناناس وجوز الهند من الفواكه الاستوائية الأكثر رواجا بسوق الأصهار هذه الأيام، وتتزود بها ولاية تمرست ضمن تجارة المقايضة ويزداد الطلب عليها. هذو اللي جابهالنا ما شاء الله زعما فاكهة طبيعية الحمد لله زينة في وقتها جات في الوقت المناسب. اللي يجيبوا فيها من البنين وتدخل على النيجر ومن هنا تجي في لابوست نشرو فيها من عين قزام. وشغل انا البيع تاعها غير هنا داخل لافوار داخل الاسيار تاع تمرست هنايا. الى قبوهم ويطلعوا ويحوسوا ويشوفوا السلعه ويشوفوا الكميه ويديروا لهم باصافه تاعهم وتلحق تمرست له. من جهة أخرى أدرجت فاكهة المانجا ضمن قائمة المنتوجات الغير المرخصة للبيع. أما المتجول في الأسواق فهو يلاحظ تواجدها بكثرة، وأمام هذه المفارقة اقتربنا من الجهات المعنية للتوضيح أكثر. الشعب حب يأكلوا، الشعب يطالبوا منه ياسر. دروك هاو بيع 40,000 كان دار هو 10 ل 15. هذا الشيء ممنوع، هذا الشيء راهم الناس راهم مشيوا في الخطأ، راهم مشيوا في الأزمة، ويتم حجز المنتوجات هذه. صرات ديجا كاين حجز تاع منتوجات. كاين المونك ممنوع، يعني ممنوع داير المنع بسبب امراض وسبب واحد الذبابات. يعني هذا بحكم انه يعني التجربه جات من الجزائر، الخبره الجزائريه هي اللي قالت فيها. على مستوى مدير، على مستوى وزاره الفلاحه. ما بين راهي تدخل بطريقه غير شرعيه يسهلوا، تستفد الدوله، تستفد الجمارك، يستفد الشعب، تستفد لي زامبو، وتكون بطريقه شرعيه من الاحسن، تكون مراقبه احسن. تمويل اسواق المناطق الحدوديه لكل من تمرست اضرار الليزي وتندوف بهذه الفواكه الاستوائيه اجراء تضمنه الجهات الوصيه، فيما يبقى الحفاظ على صحه المستهلك من الاولويات. اما توسيع عمليه التوزيع الى ولايات الشمال فهو مطلب الكثيرين.